السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل في الامداد النهارده، وهنشرح اخر حاجتين ناقصين لنا اللي هما درس تصميم اساسي المواسير سورس بلوكس. هنبدا بسورس بلوكس. يعني ايه سورس بلوكس؟ اللي هي حوائط الدفع. قالك احنا يعني ايه هي حوائط الدفع دي؟ قالك دلوقتي الميه اللي في الماسوره، اللي ماشيه في الماسوره بتعمل ضغط على الماسوره، فنتيجه الضغط اللي ناتج على جدران الماسوره ده ممكن يؤدي الى انهيار التربه المحيطه بالماسوره ويؤدي لمشاكل. فقالوا هنعمل حاجه اسمها سورس بلوكس او حوائط الدفع، اللي احنا بنيجي حوالين الماسوره اللي هي المنطقه اللي بيبقى فيها ضغط عالي، اللي هي في التقاطعات او الانحناءات للمواسير او غيره او تغير مقطع الماسوره، وبنعمل حائط دفع. فقال لك ايه، احنا مثلا لو عندنا تقاطع بالشكل ده على شكل مشترك، ادي الميه ماشيه في المواسير دي وبتروح كده او كده على حسب. فانا عندي ادي اتجاه الميه كده، فنتيجة ان الميه ماشيه كده هتعمل لي في المنطقه دي ضغط عالي، نتيجه ان اندفاع الميه هنا، فهو مثلا الميه بتندفع حته وبعدين بتخش كده، فنتيجه الاندفاع اللي بيحصل هنا عشان تمشي الميه ناحيه اليمين، فقال لك بيولد اجهادات عاليه ودفع ممكن يؤدي الى انهيار التربه المحيطه حوالين المواسير دي، لان المواسير دي بتبقى مدفونه طبعا في الارض تحت، مش محطوطه لوحدها بره كده، فممكن يؤدي الى انهيار. فقال لك بنيجي نعمل حوالين التقاطع ده كده حائط دفع بالمنظر ده. ده شكل بلان للماسوره، فالحائط بيبقى بالمنظر ده. قال لك قوة الدفع دي اف، بنحسبها ازاي؟ قال لك اف بتساوي ضغط المية بي في ايه؟ طب ايه انهو؟ قال لك مساحة مقطع الماسورة اللي ماشية في المية اللي هو ده. يعني دي ايه؟ ودي برضو دي مثلا نسميها A1 و A2، مساحة مقطع الماسورة التانية. فقال لك الـ A اللي هي A1 اللي هي مساحة مقطع الماسورة اللي ماشية في المية، مش A2 اللي هي ايه المتقاطعة عليها. طب لو عندنا تغير لمقطع الماسوره بالمنظر ده، ادي الماسوره كده ماشيه مقطع كبير، وبعد كده حصل ايه؟ تغير المقطع، مقطع الماسوره صغر بالمنظر ده وميه ماشيه كده. قال لك برضو بنيجي عند المنطقه دي اللي هي بيحصل فيها تغير، بيبقى فيها الايه؟ الدفع عالي. المنطقه في النص هنا بيبقى فيه تغير عالي دفع الميه، يعني بيبقى فيه ضغط الميه عالي في الحته دي، لان طبعا الميه بتندفع جامد تبقى عايزه تخش كلها هنا، فبيحصل ضغط جانب على الجناب. فقال لك بنعمل حائط دفع بالمنظر ده برضه. وقال لك بنحسب الاف هنا، قال لك اف بتساوي البي في الاريا. طب هنا هناخد انه اريا، هنا الميه ماشيه في ماسوره كامله بس بتصغر بالمقطع. فقال لك لو احنا سمينا دي ليكن اريا 2 ودي اريا 1، فقال لك ان الاريا عباره عن اريا 1 زائد اريا 2 على ناقص اريا 2، ناقص اسف اريا 1 ناقص اريا 2، لان باخد لان هنا حصل تغير في المقطع، فباخد مساحه المقطع الكبير ناقص مساحه المقطع الصغير، يبقى دي الاريا اللي بحسب لها اللي بدورها في الضغط بتاع الميه عشان يديني قوه الدفع على الحائط ده. طب قال لك لو عندنا انحناء بالمنظر ده، هو ادي الماسوره ماشيه كده مثلا، وبعد كده كملت بالمنظر ده، فحصل انحناء هنا وانحناء منظر الانحناء اهو،
والميه طبعا ماشيه كده قوة الدفع. فقال لك ايه؟ قال لك الاف دي بتساوي القانون بتاعها 2 بي في ايه ساين سيتا على الاثنين. سيتا على الاثنين ايه سيتا دي؟ قال لك السيتا دي زاوية الانحناء. تمام. الايه اللي هي مساحة مقطع الماسورة اللي هو هنا الماسورة مثلا على حسب ايه نص قطرها بيديهولك. فاحنا مثلا بنقول ان لو مثلا يبقى باي للمسارة الدائرية على 4 في دي سكوير على حسب القطر من ديهولك. والبي اللي هو ضغط المية وقال لك البي هو مثلا لو ديهولك بالبار واحنا عندنا واحد بار بيساوي 10 طن. الواحد بار بيساوي 10 طن على المتر المكعب على المتر المربع. وفي 2 لان انا عندي ليه في 2 قال لك انت عندك بيبقى شكل المية ماشية ازاي؟ بيبقى شكل المية بيحصل كده. ادي قوة الدفع اهو لو كملنا مسار مية عايزة تخرج كده فبيحصل دفع هنا. وادي نفس الكلام لو المية جاية من هنا بيحصل دفع كده. ادي اف ودي اف. تمام. والسيتا دي اللي هي زاوية الانحناء اللي هي لو احنا قلنا زاوية الميل زاوية مع الأفقي كده فاحنا هنسمي دي سيتا دي زاوية الانحناء كلها. دي زاوية الانحناء اللي هي التقاطع ما بين الخطين قوة الدفع اللي هي مية لو اعتبرنا مية جاية من هنا أو جاية من هنا فدي الزاوية ما بينهم نسميها سيتا. فنتيجة إن هنا يبقى نصها هنا سيتا على الاتنين وهنا سيتا على الاتنين. فأنت عشان تحسب قوة الدفع فأنت هتحللناها. فقلنا F زاوية مالية مع الأفقي عشان تحللها تخليها رأسي هتبقى F بتساوي احنا عندنا شكل الحائط ده عشان نفهم الدنيا يبقى شكل الحائط بيبقى عامل كده تزود في الانحناءات بيبقى عامل كده. ماشي يا بس بقى اقعد شوية بس. انا عندي حائط الدفع بالمنظر ده فانا عايز القوة الرأسية اللي بتأثر على الحائط. فانا قال هنحلل اف هتحللها ازاي؟ ادي عندك اف جاي من هنا واف جاي من هنا فعشان تحللها مع الرأسي فهتقول اف في ساين سيتا على الاثنين الزاوية دي ده هو اف هنا ده. فانت عندك اف من هنا واف من هنا يبقى هنضرب 2 عشان كده ده الاتنين جت منين. دي مقدمة للدرس عشان نفهم الدنيا. فقال لك الدرس ده ايه اللي مطلوب فيه؟ قال لك احنا بنعمل 3 اتشيكات. انا عشان بعد ما صممت الحائط ده انا عايز اشوف ان الماسوره دي ايه ما بت يعني ان الحائط ده مش هينهار نتيجه قوه الدفع دي. فلك بتعمل 3 تشيكات. اول تشيك اسمه سلايدنج تشيك اللي هو الانزلاق اللي انا عايز نتيجة قوة الدفع عن المية او قوة دفع المية على الماسورة ما تزقليش الحائط ده وتخليه ينهار. تاني تشيك اسمه اوفر تورنينج تشيك اللي هو ايه الدوران اللي انا برضو مش عايز ان الحائط ده ينقلب. تالت حاجة اللي هو ستريس تشيك تشيك الاجهاد ان الاجهاد اللي اتولد على الحائط ده ما يسببليش ايه ان الحائط ده يقدر يستحمل الاجهاد اللي جاي يعني.
فازاي بنحسب التشيكات دي؟ قال لك تشيك سلايدنج سلايدنج بيبقى عبارة عن اللي انا بقول ان stability forces على sliding forces المفروض يكون اكبر من او يساوي الاثنين، يعني ما تقلش عن اثنين، اللي هو ايه الفاكتور اوف سيفتي. الفاكتور اوف سيفتي بيساوي الاستابيليتي فورسز اللي هو قوة الاتزان على السلايدنج فورسز القوة اللي عايزة تعمل انزلاق. المفروض لما اقسمهم على بعض يديني رقم اكبر من او يساوي اثنين عشان يكون الحائط ده في امان. التشيك التاني اللي هو بتاع الاوفر بيرمننج قال لك عشان يكون بامان فالفاكتور اوف سيفتي بيساوي استابيليتي مومنت على الاوفر تيرمينال مومنت، والمفروض برضو يكون اكبر من او يساوي الاثنين، ما تقلش عن الاثنين، لان انا عندي هنا اللي هيعمل دوران هيكون مومنت مش قوة، فعشان كده احنا بنحسب المومنت. اخر حاجة الاجهاد قال لك المفروض الاجهاد اللي يكون متولد على الحائط اف المفروض قال لك ايه يكون اصغر من الاجهاد المسموح به لنوع مادة الحائط دي اللي هي بتكون الخرسانة، اللي هي مثلا الخرسانة عادية بتكون 250 كيلو جرام سنتيمتر سكوير، دي الخرسانة العادية. لو أي مادة تانية هو هيدينا الإف الأول في الامتحان. طب الإف الإجهاد اللي بتولد على الحائط بنحسبه ازاي؟ قال لك بيساوي إم على أي في واي، وهنعرف ازاي المؤكدات دي بنحسبها في المسألة. الدكتورة في المحاضرة شرحت مسألة هنشرحها دلوقتي إن شاء الله مع بعض، ونفس المسألة دي برضو اتشرحت في السكشن، هي بالظبط مفيهاش أي اختلاف، نفس الأرقام كله، فغالبا يعني إن شاء الله المسألة مش هيبقى فيها اختلاف كبير عن الامتحان. دي شكل المسألة بتاعت المحاضرة، يقول لك مطلوب تصميم البلوك الخرساني لقوة درجة انحنائه 90 درجة زاوية قايمة مركب على خط مياه ذات قطر داخلي 25 سنتيمتر وضغط اختبار في الموقع 1.5 بار وعمق محور خط المياه عن سطح الأرض بيساوي 1.5 متر، وذلك إذا كان المعطيات دي بقى ايه اللي هي جوه مسؤول كثافة التربة ب 1.8 طن على المتر سكوير، وفاي دي اللي هي زاوية الاحتكاك مع التربة ب 30 درجة، وجاما سي اللي هي كثافة الخرسانة 2.4 طن على المتر سكوير، وقال لك مفيش مياه جوفية، وبيديك رسم للمسقط سيكشن كده وبلان بالمنظر ده. ادي البلان بتاع الماسورة، وادي البيانات كلها الماسورة، وادي الحائط، ده سايد فيو دي. فاحنا هنحسب المسألة ازاي؟ قال لك أول حاجة بتحسبها في المسألة بتشوف اللي هو القوة المؤثرة على الحائط. القوة المؤثرة على الحائط دي بنحسبها ازاي؟ قال لك هنا دي قال لك في المسألة اللي هو قوة أو يعني ماسورة منحنية. فبنحسبها قلنا القانون ايه؟ 2 ب في ايه؟ في ساين سيتا على الاثنين. فهو قال لك في المسألة ده لك معطى البي بواحد ونص بار، واحنا قلنا البار بيساوي 10 طن على متر سكوير، فاحنا نقول 2 في 1.5
بار هنحولها لطن في 10 مية طن على متر سكوري. مساحة الماسورة هو مديك قطر الماسورة ب 25 سنتيمتر سكوير. فاحنا عشان نحسب المساحة هنقول في باي على 4 في 25 سنتيمتر هو بالمتر يبقى 25 من 100 متر سكوير. في ساين سيتا على الاثنين اللي هي زاوية انحناء الماسورة، سيتا زاوية الانحاء هو مديلك 90 درجة اللي هي زاوية قائمة، فاحنا هنقول 90 على الاثنين. هيطلع الناتج في الاخر ب 1.4 من 100 طن. 1.4 من 100 طن. بعد ما حسبنا القوة المؤثرة على الحائط هنبدأ نحسب بقى التشيكات بتاعتنا. فأول تشيك عندنا قلنا اسمه ايه؟ سلايدنج تشيك. كنا بنقول الفاكتور اوف سيفتي بيساوي الاستابيليتي فورسز على ال سلايدنج فورسز. طب ايه الاستابيليتي والسلايدنج؟ قال لك الاستابيليتي فورسز القوة اللي بتعمل الديزاين. احنا عندنا هنرسم شكل المسألة عشان نفهم. فهو كان مديلك في الامتحان الشكل او في المسألة ده شكل الحائط، وده الماسورة موجودة هنا بالمنظر ده، ودي القوة اللي هي دفع الماسورة على الحائط F. وطبعا زي ما قلنا ان الماسورة والحائط دول بيبقوا تحت سطح الأرض كده، وهو كان قايل لك في المسألة إن عمق محور خط المياه اللي هو يعني القوة عمق محور خط المياه عن سطح الأرض 1.5 متر، يعني المسافة دي اللي هي سطح المياه في الماسورة 1.5 متر. وهنا كان مديك شوية أبعاد دي. لو قلنا إن المسافة دي كان مديها لك 35 من 100 متر، والمسافة دي 45 من 100 متر، والمسافة دي 35 من 100 متر، سمي مثلا واي 2، والمسافة دي 35 برضو من 100 متر ونسميها واي 1، ودي مثلا نسميها واي 3 او ايه واي 3، ودي واي 4. احنا عندنا قلنا عشان نعمل تشيك سلايدنج قلنا بنقسم الاستابيليتي فورسز على السلايدنج فورسز. السلايدنج فورسز عباره عندي سلايدنج forces عبارة عن قوة دفع المية على الحائط اللي هي اللي احنا لسه حسبنا اللي بيها يساوي 1.4 من 100 طن. طب ايه الاستابيليتي فورسز؟ قال لك الاستابيليتي فورسز عبارة عن ثلاث حاجات او حاجتين، استابيليتي forces حاجتين، وزن الحائط ده اللي هو W زائد ايه اللي هو ضغط التراب على الحائط اللي هو ايه. انا عندي هنا طبعا حوالين الحائط ده كله تراب، ففي تراب هنا، فقال لك التراب ده
بنحسب اللي هو الضغط بتاعه، اللي هو يعني انا الحائط بيزق التراب كده، اللي هو عايز يزق الحائط كده، فالتراب اللي هنا بيخلي الحائط ايه يمنع يقاوم الحركه دي او يقاوم السلايدنج الانزلاق اللي عايز يعمله قوه الدفع للحائط. فبنحسبه عن طريق اللي هو حاجه اسمها E1 زائد E2، و W دي بنضربها في حاجه اسمها F اسمها A4. يبقى W بنضربها في حاجه اسمها تان فوي. ليه ضربناها في تان فوي؟ قال لك فوي دي ايه؟ دي زاويه الاحتكاك على التربه. فانا اللي بيقاوم الانزلاق قوه الاحتكاك الحائط ده الاسفل كده، اللي هنسميها مثلا اف ار فريكشن، قوه الاحتكاك مع الحائط ده اللي بيقاوم انزلاق الحائط. فاحنا بنضرب وزن الحائط في تان فوي يديني اللي هي ال FR. يبقى FR بيساوي W في tan 4. طب احنا عرفنا دلوقتي ايه هي الستابيليتي فورس، ازاي بقى نحسب الكلام ده؟ قال لك هنا عشان تحسب وزن الحائط، فانا عندي هنا ده شكل مش شكل منتظم، انا عندي شكل عامل كوع كده، فانا هقسمه، هسمي مثلا الجزء ده W1 والجزء ده W2. طب ازاي احسب W1 و W2؟ قال لك عشان تحسب W1، هو طبعا كان مدينا في المسألة البلان بالمنظر ده، هنرسمه هنا مع بعض، ده البلان. وادي المصورة بالمنظر ده فوقيه كده. ومديني المسافات هنا، قال لك دي L1 ب7 متر، وقال لك دي L3 ب2 متر، وقال لك اللي في النص ده هنسميه L2 ب42 من 100 متر. فعشان نحسب وزن الحائط، فاحنا هنقول W1 هيساوي عبارة عن حجم في كثافة. يبقى الوزن عبارة عن حجم في كثافة، فانا هقول W1 فوليوم اللي هو حجم الحائط في كثافة مادة الحائط دي اللي هي من الخرسانة العادية اللي هو كان ادالنا في المسألة ب2.4، والفوليوم عبارة عن مساحة الشكل في ارتفاعه. فأنا عندي مساحة، ده مستطيل عادي هو أبعاده 35 × 45، في الارتفاع اللي هو أو عمقه اللي جوه هو عبارة عن عندي هنا شكل غير منتظم شبه منحرف مش ثابت. فاحنا بناخد متوسط الطولين اللي هو ايه، انا عندي مسقط الجزء ده في البلان اللي هي الحته دي، ومسقط الجزء ده اللي هي الحته دي كلها. فقلنا هنا عشان نحسب العمق اللي جوه، عشان نحسب الحجم، فقلنا L1 زائد L2 اللي هي 7 × 10 زائد 42 × 100 على L2 في كثافه اللي هي 2.4، هيساوي 21 × 100 طن. نفس الكلام هنعمله ل W2،
لا ثانية واحدة W أولا دي هيرفع اتنين هيسيب برضو احنا هنقول مساحة الشكل اللي هي بقى هيبقى الحتة دي كلها 35% زائد 45% في الارتفاع 35% في مقدار العمق اللي جوه اللي هو متوسط الطولين ده وده لان انا باخد الشكل كله بقى في البلان اللي هي 2/10 زائد 7/10 على 2 في كثافة الخرسانة اللي هي 2/4 هنقول W2 هيساوي الحجم اللي هو عبارة عن 35% زائد 45% طول الأفقي في الارتفاع اللي هو 35% في متوسط طولين اللي هو قلنا عشان ده شبه منحرف 7/10 زائد 2/10 على 2 في كثافة الخرسانة اللي هي 2/4 هيطلع في الآخر ب 3/10 طبعا. فبعد كده انا حسبت W1 و W2 هجمعهم مع بعض هيديني وزن الحائط توتال W توتال هيساوي W1 زائد W2 هيساوي 21% زائد 3/10 يساوي 51% طن. هحسب قوة الاحتكاك الفريكشن هيساوي W توتال ده في تان زاوية الاحتكاك مع الحائط فهو كان مديها لي الزاوية دي ب30 و W total لسه حاسبه ب 51% في تان 30 هيساوي 29% طن. ده بالنسبة لأول جزء في اللي هي بيقاوم حركة الانزلاق اللي هي الفريكشن. عندي زي ما قلنا الحاجة التانية اللي بتقاوم الانزلاق اللي هي ضغط التراب على الحائط. فأنا عندي التراب هنا حوالين زي ما قلنا حوالين الحائط كده. فازاي أحسب ضغط التراب على الحائط؟ زي ما كنا عارفين في الأساسات والسويل اللي أنا عندي الإجهادات بتتولد بحسبه من القانون E سواء باسف او اكتف بيساوي الارتفاع في الجامعة في كي باسف او كي اكتف. فانا عندي هنا الحائط عايز بيقاوم عايز يخش كده جوه فبالتالي الحائط بالتراب هو اللي بيقاوم فالتراب كده ده بيعمل ده اسمه باسف. فاحنا لو قلنا اللي هو هيبقى مثلث بالمنظر ده لو اعتبرنا ده الحائط هنا كده فانا عندي هنا الاجهادات هتبقى عبارة عن مثلث بالمنظر ده. فانا هحسب هنا حاجة عندي اللي هي عند بداية الحائط كده دي هسميها E1 وهنا دي هسميها اللي هي عند نهاية الحائط E2. فازاي احسب E small 1 و E small 2 E1 بتساوي الارتفاع فانا عندي جاما اللي هي كثافة السويل او اللي هي عندي بكم مديها في المسألة كان بواحد ونص في الارتفاع اللي هي الحتة دي هنحسبها بفرق اطوال عادي. انا عندي واحد ونص هنشيل منها 35% بس انا كده هيبقى شلت حتة زيادة هزود عليها الحتة دي اللي هي نص قطر الماسورة. انا عندي الماسورة ب 25% متر نص قطرها يبقى النص قطر 25% على 2 فانا هقول E1 اللي هي كثافة السويل 1.5 في طبعا هنا هو قال لي في المسألة معلومة مهمة قال لي مفيش مياه جوفية فبالتالي انا هنا مش هيبقى عندي بقى مش جاما سبمرجد او جاما ساتوريتد فبالتالي هاخد الجاما اللي مداني. لو كان قال لي مثلا في مياه جوفية على بعد مثلا نص متر من اسفل الجراوند ليفل فبالتالي هشوف بقى هضرب كل الارتفاع في الجاما بتاعته لو فوق المية هيبقى جاما ساتوريتد وتحت المية هيبقى جاما سبمرجد بس هو هنا قال لي في المسألة مفيش مياه جوفية بالتالي خلاص هستخدم الجاما يبقى مفيش جاما سبمرجد خالص معايا في المسألة يبقى 1.5 في الارتفاع مديهولي هو قلنا يعني نقسم مثلثات في الشكل هيبقى 1.5 متر ناقص 35%
زائد الحته اللي احنا طرحناها زياده اللي هي ايه نص قطب الماسوره على الاثنين. في الكي باسيف. الكي باسيف بنحسبه ازاي؟ الكي باسيف بيساوي 1 زائد تان فاي على 1 ناقص تان فاي هيطلع ب 3/10. انا عندي فاي ب 30 لو حسبناها على ليلة 1 زائد تان 30 على 1 ناقص تان 30 هيطلع 3/10. هي عفوا هنا ساين مش تان. ساين فاي على ساين فاي مش تان. فانا عشان احسب اي واحد فالكي بس هنعوض عنها بثلاثة من عشرة هيساوي اي واحد ستمية ستة بوين تمانية تمانية خمسة طن على المتر المربع. تمام. نفس الكلام هحسب اي اتنين هيبقى عبارة عن كثافة السويل هي واحد ونص في جوما سويل في اللي هو الارتفاع ده كله اللي هي عبارة عن ممكن نقول اللي هي الحتة دي اللي كنا حاسبينها فوق زائد 35% زائد 35% في الكي بس. فاحنا هنقول اي اتنين هيساوي جوما سويل واحد ونص في الكلام ده كله او ممكن يعني ناخدها احسن بقى هيبقى واحد ونص زائد نص قطر الماسورة زائد 35% يبقى واحد ونص زائد نص قطر الماسورة اللي هو 25% على الاثنين زائد واحد زائد اللي هي الحتة دي اللي هي 35% خمسة وتلاتين من مية في الكي بس اللي هي بتلاتة من عشرة هيطلع الرقم 10.67% 10.67% طن على المتر مربع. بعد ما حسبنا اي اتنين واي واحد احنا عايزين نحسب قوة ضغط التراب. فهيبقى عبارة عن انا عايز اشوف قوة ضغط التراب على الحائط. فانا عندي الاي الحائط بيأثر في الحتة دي. فانا هقسم الشكل انا عبارة عن شكل اللي بيأثر ضغط التراب شبه محرك. فانا عشان اركزه هيبقى عبارة عن مستطيل هنسميه اي واحد ومثلث اللي هو الحتة دي كده اي اتنين. فانا عشان احسب اي واحد هيبقى عبارة عن ليه المساحة دي ليه اي واحد في الارتفاع ده كله. ف اي واحد هيساوي اي واحد في الارتفاع اللي هي واي واحد زائد واي اتنين. يعني هيساوي اي واحد ب حسبناها فوق اهي ب 6.885 في اي واي واحد زائد واي اتنين هي 35% زائد 35% اللي هي 7/10 هيساوي في الطول. عشان انا بحسب هو يبقى في الطول اللي هو طول شبه المنحرف ده. فانا عندي الطول عبارة عن متوسط الطولين. فانا هقول 6/87 يبقى بعد ما حسبنا الطول اللي هو واي واحد زائد واي اتنين في الاي واحد في الطول عندي اللي هو دي 6/7. تمام. الطول اللي هو في البلان انا عندي ده اجهاد حائط بيأثر لان انا عندي ليه اخدنا 7/10 لان انا عندي الاجهاد بيأثر على الطول ده اللي هو في البلان. انا عندي يعني الحائط كده ممتد لو يعني تخيلنا المنظر 3D هيبقى المنظر عامل المنظر ده شكل الحائط 3D. فانا عندي حواليه في الحتة دي كلها في تراب. فانا عايز اشوف ضغط التراب على الايه على الحتة دي كلها ايه الحتة دي. وزي ما قلنا ده شكله في البداية عامل كده شبه منحرف. الطول ده
كل واحد بسبعة من عشرة، وهنا الطول في الاخر ده 2 من عشرة اللي 3، والطول في المنتصف ده 42% اللي 2. فاحنا ضغط التراب هيبقى عبارة بيأثر عن الطول الاولاني هنا اللي هو لان انا بيأثر على كده بيأثر شو، فانا هاخد الطول الاولاني اللي هو 7 من عشرة. فهنقول E1 اللي هي مساحة الشكل في الطول اللي بيأثر لجوه في هنا سنها L1 هيساوي 3.37 طن. E2 بنفس المبدا، E2 هيساوي، بس انا عندي E2 دي بقى هتبقى ده تركيز مثلث، فالمثلث هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن مساحه مثلث نص القاعده اللي هي E2 ناقص E1 في الارتفاع اللي هو E1 زائد Y2 في الطول اللي جوه برضه اللي هو 7 من 10. فانا هقول E2 اللي هي E2 ناقص E1 في Y1 زائد Y2 في نص، يبقى ده كده جبت مساحة الشكل في الطول اللي جوه هيبقى اللي هو ايه L1، يعني هيساوي E2 ناقص E1 في الآخر هيطلع معانا الرقم اللي هي E2 عندنا ب 10.67 ناقص E1 ب 6.88 في Y1 زائد Y2 7.10 في L1 7.10 يطلع معانا الرقم في الآخر ب 1.69 طن، 93% طن، 93% طن. تمام. بعد ما جبت E1 و2 دلوقتي انا اقدر احسب الاستابيليتي فورسز عادي بكل سهوله. فالاستابيليتي فورسز هيساوي الفريكشن، زي ما قلنا انا عندي ثلاث حاجات او حاجتين بتقاوم الحائط ده، انزلاق الحائط، قوه الاحتكاك زائد ضغط التراب. ضغط التراب احنا قسمناه E1 و2، والاحتكاك حسبناه فريكشن اللي هو ب 21 اللي كان الفريكشن حسبناه ب 29%. فانا هقول الفريكشن زائد E1 زائد E2 هيساوي 29% زائد 37 زائد 93%، هيطلع معانا الرقم في الاخر ب 4.59% طن، 4.59% طن. عشان بقى اشوف التشيك ستابيليتي فهقول فاكتور اوف سيفتي هيساوي ستابيليتي فورسز على سلايدنج فورسز، سلايدنج فورسز اللي قلنا في الاول اللي هي قوة الضغط، هيساوي 4.59 على 1.4 هيطلع 4.4. طلع اكبر من 2 يبقى تمام، اوكي سيف. فقلنا تشيك الاوفر تورنينج بيحسبه ازاي، بيبقى عباره عن الاوفر تورنينج مومنت حاجتين، والاستابيليتي مومنت، والاستابيليتي مومنت، بحسب حاجتين الاوفر تورنينج مومنت والاستابيليتي مومنت، بقسم الاستابيليتي مومنت على الاوفر تورنينج مومنت، ومفروض يطلع فاكتور سيفتي اكبر من او ما يقلش عن الاثنين. طب ايه ازاي بنحسب الاوفر تورنينج مومنت؟ انا عندي ايه اللي هيخلي الحائط يدور؟ فانا عندي القوه دي عايزه تقلب الحائط، فهناخد مومنت حوالين النقطه دي هنسميها مثلا او، هيدينا الاوفر تورنينج مومنت. يبقى الاوفر تورنينج مومنت هحسبه ازاي؟ هيساوي احنا هناخد عزوم حوالين نقطة O، فانا هقول اللي بيسبب قوة في مسافة، فانا عندي F في المسافة بتاعتها، المسافة بتاعتها هتبقى عبارة عن ايه؟
اف في المسافه دي هتعمل لي الاوفر تيرنينج مومنت. فالمسافه اللي هي 35% زائد نص قطر الماسوره في القوه هيديني اقول 1.4% في 35% زائد 25% على الاثنين هيطلع الرقم في الاخر 49% طن. طب الاستابيليتي مومنت دي هنحسبها ازاي؟ ايه هي القوة العزوم اللي بتقاوم دوران الحائط؟ فزي ما قلنا هناخد برضو عزوم حوالين نقطة O، فبالتالي هي القوة اللي نفس القوة من الانزلاق هتعمل لي عزوم. فالفريكشن طبعا عشان مفيش مسافة فهيبقى بصفر، فريكشن في مسافة بصفر يبقى الفريكشن هيولد، يبقى الفريكشن مش هيولد مومنت. اللي هيولد مومنت الـ E1 والـ E2، الـ E1 في مسافتها والـ E2 في مسافتها زائد ايه تاني؟ زائد وزن الحائط ده نفسه بيعمل عزوم، عزوم مقاومة. فوزن الحائط ده هيبقى هو W1 في مسافته، بقول في W توتال في المسافة. فأنا هنا عشان عندي شكل منفصل فقسمته شكلين W1 و W2، فـ W1 في مسافته و W2 في مسافته. بس أنا هنا ده شكل شبه منحرف، أنا معرفش فين CG بتاعه. فقلنا عشان نحسب CG لشبه المنحرف فعبارة هنعمل عن عزوم مساحات. ازاي بقى نحسب سي جي او نعمل عزوم المساحات دي؟ ادي الشكل في البلان. هناخد عزوم مساحات حوالين المحور ده هنسميه مثلا وليكن واي واي. عشان احسب السي جي بتاع الشكل ده الاولاني اللي هو دبليو واحد، فانا اللي هو شكله في البلان هيبقى مسقطه اللي هو شبه المنحرف ده. فانا عشان اعمل عزوم مساحات لشبه المنحرف ده هقسمه اشكال مثلثين ومستطيل. فلو قلنا سيجما او سيجما زوم مساحات يعني حوالين محور واي واي هيبقى عبارة عن مساحة المثلثين اللي هي زائد شرحات المثلث في بعد المركز مركزهم عن محور واي واي يساوي مجموعة المساحات في بعد مركز سي جي الشكل ده اللي هو ده المجهول اللي هو اكس. فلو كتبناها كده هنقول 2 في نص، احنا عندنا المسافة دي كلها زي ما قلنا دي 42% ودي كلها 7/10 والمسافة دي 45%، فهيبقى مساحة المثلث ده نص في 45% في الحتة دي اللي هي عبارة عن 7/10 ناقص 42% على الاتنين، ف 7/10 ناقص 42% على الاتنين هيطلع 14% في اللي هو ايه؟ اللي هو بعد مركز ثقله عن محور واي واي. فانا هنا ده مثلث فهيبقى عبارة عن تركيزه هيبقى عبارة عن تلت المسافة دي، يبقى 45% على التلت. تمام، زائد مساحة المستطيل. المستطيل هو ايه؟ 42% في المساحة اللي هو 45% في بعد مركز ثقله اللي هي هيبقى في المنتصف، فهيبقى 45% على الاتنين هيساوي مجموع مساحة الأشكال دي كلها اللي هو شبه المنحرف اللي هو أو ممكن أقولها ممكن أجمع ده زائد ده، مساحة ده مساحة المثلثين زائد مساحة المستطيل أو مساحة شبه المنحرف احنا عارفينها اللي هي 42% زائد 7/10 على الاتنين في الارتفاع اللي هو 45%. في بعد مركز ثقله المجهول اللي انا مش عارفه هنسميه اكس. اكس واحد فار عشان عندي اكس واحد هي المسافه الافقيه، فهيطلع معايا اكس واحد بار هيساوي ب
206% متر. تمام، يبقى انا كده قدرت اجيب السي جي بتاع الشكل دبليو واحد، السي جي بتاع الشكل دبليو واحد. فانا عشان اجيب السي جي دبليو 2 نفس الكلام برضو، هيبقى بس هنا مسقطه في البدايه هيبقى عباره عن الشكل كله، فانا هجيب زوم مساحات للشكل كله. ففي الاخر نفس الكلام مفيش اي اختلاف، بس هي بس اللي انا بس بحط الشكل كله هيطلع اكس بار 2 سي جي للشكل 2 هيطلع معايا ب 326 متر. تمام، يبقى انا كده حسبت ازاي بقى. بعد ما حسبت ازوم المساحات دي انا عايز احسب الاستابيليتي مومنت. فالاستابيليتي مومنت هيساوي عبارة عن كل قوة في مسافتها. فأنا عندي وزن واحد في مسافته اللي هو W واحد في X بار واحد، W واحد في X بار واحد زائد W اتنين في مسافته، W اتنين في X بار اتنين زائد القوة ضغط التراب في مسافتها، فـ E واحد في Y واحد زائد Y اتنين على اتنين زائد اي واحد في واي واحد زائد واي اتنين على الاتنين زائد اي اتنين اللي هو تركيز مثلث في واي واحد زائد واي اتنين على التلاتة. هيطلع في الاخر الستابيليتي مومنت معايا ب 1.54 طن في متر. واحنا حسبنا الاوفر تورنينج مومنت 49% طن في متر، يبقى هحسب عشان تشيك السلايدنج تشيك الاوفر تورنينج هيبقى فاكتور سيفتي هيساوي الاستابيليتي مومنت نختصرها السيم على الاوفر تورنينج مومنت نختصرها او ام هيساوي 1.54 على 49%. هيطلع معايا في الاخر ب 3.4، طلع اكبر من 2 يبقى تمام اوكي سيف. اخر تشيك عندنا هو تشيك اوف ستريس للاجهاد ام. بحسبه ازاي؟ قال لك الاجهاد انا عندي نتيجه ضغط التراب على الحائط بيولد لي اجهاد في الحته دي كده، لان انا ممكن الحته دي تتكسر، فانا بحسب الاجهاد عند الحته دي. فبحسبه ازاي؟ قال لك اف بتساوي ام على اي في واي. تمام، طب الام دي بنحسبها ازاي؟ قال لك الام عباره عن ايه؟ قوه دي مسافتها ناقص القوة ضغط التراب في مسافته. فبالتالي انا عندي ضغط التراب انا عايز احسبه على الحته دي بس، فبالتالي هنا هيبقى عندي شكل جديد اللي هي ضغط التراب اللي هو شبه المنحرف ده، بس اللي هو شبه المنحرف ده. تمام، فانا عايز بقى اركز شبه المنحرف ده، هنركزه ازاي؟ فانا اضطر هحسب اي 3، اي 3 اللي هي هنا اللي هنسميها اي 3. اي 3 دي بتساوي ايه؟ اللي هي جاما صين في ارتفاع في الارتفاع ده كله اللي هو 1.5 زائد نص قطب على اليمين. فهتطلع معايا اي 3 هيساوي جاما صين 1.5 في الارتفاع اللي هي 1.5 زائد 25 اللي هو نص قطب على الاثنين، يطلع معايا الرقم ب 8.775 8.775 طن على المتر المربع. تمام، هركز بقى ان الشكل ده هيبقى عبارة عن عندي قوتين جداد اي 3، وهنا المثلث ده اللي هو مستطيل ده، المثلث ده هيعمل لي اي 4. فاي 3 واي 4 عباره عن تركيز الاشكال نفس الكلام، اي 1 مساحه المستطيل، اي 1
في المسافة دي اللي هي واي واحد في البعد اللي هو زي ما قلنا ال واحد زائد اي اربعة هيبقى عبارة عن مساحة مثلث نص في اي تلاتة ناقص اي واحد في الارتفاع اللي هي واي واحد في اللي هي ايه البعد اللي هي ال واحد. هيطلع معايا اي تلاتة هيساوي وي اربعة اي تلاتة هيساوي 169 طن وي اربعة هيساوي 23% طن. عشان احسب بقى المومنت هيبقى عبارة عن كل قوة في مسافتها، فانا هقول اف في مسافته اللي هي دي على الاتنين زائد او ناقص عشان دي جاية بعكس الاتجاه اي تلاتة في مسافته اللي هي واي واحد على اتنين ناقص اي اربعة في مسافته اللي هي واي واحد على التلاتة لان ده مثلث. دي على الاتنين ناقص اي تلاتة في واي واحد على الاتنين ناقص اي اربعة في واي واحد على التلاتة. يطلع معايا في الاخر المومنت دي واحد وعشرين من مية طن. لو طلع معايا بعكس الإشارة إشارة سالبة عادي ده دليل اللي هي فرد بس ايه اتجاهه يعني عكس المفروض بس هعوض عنها عادي بالموجب عادي. طب الاي هنحسبها ازاي؟ الاي عبارة عن زي ما احنا عارفين اللي هي المفروض هنا ده شكل شبه منحرف لان انا مسقط الجزء ده في البلان شبه منحرف اللي هو ده، فانا المفروض احسب اي للشكل ده. الدكتورة سهلتها في المحاضرة وقالت هنعتبر ان شكل شبه المنحرف ده هنكافئه بمستطيل. المستطيل الطول الاكبر اللي هي ال واحد اللي هو بيساوي 7/10 وعرضه اللي هي نفس العرض ده اللي هو 45% متر. تمام. فالاي زي عارفينها شكل المستطيل بيساوي ايه؟ بي اتش تكعيب على 12. فهيساوي انا عندي البي هنا ب 45% في 7/10 تكعيب على 12 هيساوي يطلع معانا الرقم ب 5.3 في 10 سالب 3 5.3 في 10 اس سالب 3 متر اس 4. فكده يبقى انا حسبت الام والاي. الواي هيبقى عباره عن هنا عبارة عن المسافة دي على الاتنين لأن أنا بحسب الشكل المستطيل فيبقى برضه واي على الاتنين اللي هي 45% على الاتنين. يطلع معايا ب 225 من 1000 متر. تمام. هحسب الإجهاد اف هيساوي هيبقى عبارة عن ام عندي ب 21% على 5.3 في 10 أس سالب 3 في 225 هيطلع ب 8.9 طن على المتر المربع. المفروض الرقم ده هنلاقيه أصغر من إجهاد الخرسانة المسموح به اللي هو إف لو اللي بيساوي 2.5 طن على المتر المربع يبقى أوكي سيف. وبكده تكون خلصت المسألة بتاعتنا. لو كان الرقم ده طلع أكبر من الـ F allowable هنقول له بس ملحوظة صغيرة، هو طبعا مش هيبقى سيف بس هيبقى نقول له إيه الملحوظة بقى للدكتور قالتها في المحاضرة اللي إحنا هنستخدم خرسانة تستسليح يبقى خرسانة مسلحة. تمام. طب بالنسبة لتشيكل سلايدنج، لو طلع تشيكل سلايدنج طلع مش سيف هنعمل إيه؟ يعني ان الانزلاق الحائط ده ممكن ينزلق فهنضطر هنعمل حاجه اسمها طاي. الطاي دي عامله بالمنظر ده كده، بنزود الحائط كده ايه حته من تحت كده بحيث انها يعني شبه ايه بتثبت الحائط اكتر فدي بنسميها ايه طاي. Thank you.
في كام فكره كده هنقول عليهم سريعا. ممكن يجي لي في المساله يقول لي ايه؟ يقول لي هو عايز قيمه الضغط اذا كان معامل الامان المطلوب للانزلاق 3. يعني لو كان معامل الامان اللي هو بيقاوم الانزلاق 3 عايز قيمه ضغط الميه اللي بيتاثر على الحوار دي، فاحنا هنقول الكلام عادي خالص، هنعوض في قوانين مباشره. هيبقى هو انا عندي السلايدنج اللي هو فاكتور سيفتي بيساوي 3 بيساوي قوة الاستابيليتي مومنت الاستابيليتي فورسز، لان ده سلايدنج يبقى استابيليتي فورسز على الايه القوة اللي عايزة تعمل سلايدنج اللي هي سلايدنج فورسز. تمام، الاستابيليتي فورسز ثابتة زي ما حسبناها في المسألة. طلعناها بكام؟ طلعناها ب ب 459. طب الاستابيليتي السلايدنج فورسز اللي هي كنا حاسبينها في المساله بكام؟ ب 1.4%، بس دي كنا حاسبينها على اساس ايه؟ القانون اللي هو 2 بي اي ساين ثيتا ساين ثيتا على الاثنين. فانا عندي كل حاجه ثابته، اللي هيتغير البي اللي هو المجهول اللي هو اللي هو عايزه. فهيطلع بي انا عندي الاي حسبناها اللي هي باي على 4 في ربع تربيع، وساين ثيتا اللي هي زاويه الانحناء اللي هو من دلوقتي 90 درجه. ففي الاخر هيطلع معايا البي هنا بيساوي 22 طن بالمتر المربع. لو هو عايزها بالبار يعني هيساوي 2.2 بار. تمام، نفس برضه الفكرة. ممكن يقول لي عايز قيمة الضغط اللي بتأثر على الماسورة، وذلك اللي هي لو كان معامل الأمان المطلوب للدوران 2.5. يبقى نفس الكلام، بس هنا بدل بقى ما هيبقى stability forces هيبقى 2.5، هيساوي stability moment على overturning moment. ال stability moment ثابتة، وال overturning moment ايه بتساوي هي المتغيرة. فال overturning moment عبارة عن ايه؟ F في المسافة بتاعتها. فال F عندي عبارة عن 2 بي في ايه في ساين ثيتا، هيبقى مجهول برضه ايه بي، وبنفس المبدأ هنطلع بيه من المعادلة. وبكده يكون خلصنا درس ثيرست بلوكس حوائط الدفع كده بكل أفكاره، وإن شاء الله المسألة هي نفسها مش هيفيهاش تغيير كتير عن الامتحان.